السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك الدكتور سيد أيوب في محاضرة جديدة، ودي آخر محاضرة في البيو انرجيتكس والريسبيراتوري. المحاضرة عبارة عن اوكسيديشن اوف اكسترا ميتوكوندريال ناد اتش بلس بروتون، وادي الاي تي بي سينسيز المعلم الكبير اللي احنا عارفينه وعارفين الاستراكشر بتاعه وعارفين الدور بتاعه كومبلكس 5، وعرفنا كيموزميتوك ثيوري والبروتون بامب وازاي ان هو بيمسك الاي تي بي مع الانورجانيك فوسفيت. كل مع ثلاث لما بيمشي زي الترس كده كل ثلاثة بروتون بيكون اي تي بي. احنا عايزين ايه بقى من الاكسيديشن واكسترا ميتوكوندريال ناد اتش بلس بروتون؟ عايزين نشوف موضوع الشاتل بتاع الجلسروفوسيت شاتل والماليت اسبارتيت شاتل والميتوكوندريال فانكشن، الانر ميتوكوندريال ميمبرين والماتريكس والدور بتاعها في الايه في الميتابوليزم. ادي الجليسروفوسفيت شاتل هنتكلم عنها بالتفصيل، والماليت اسبارتيت شاتل والميتوكوندريال فانكشنز. الاكسيديشن اوف ميتوكوندريال نت اتش بلس بروتين هي ايه المشكله؟ المشكله بتاعتنا ان احنا احيانا بنكون ريديوس دينات في السيتوبلازم، وبالتالي احنا علشان نستفيد منها استفاده قصوى لازم ندخل الناد اتش بلس بروتون جوه الايه جوه الميتوكوندريا. طب الانر ميتوكوندريا الممبرين غلسه ما بتدخلش هذه الشارجبل سابستنس، ما تدخلهاش جوه، فبنتحايل عليها على الانر ميتوكوندريا الممبرين نعمل شاتل او مكوك او شيال او حمال او ترانسبورتر علشان يدخل لنا الناد اتش بلس بروتون على ظهره، يدخلها جوه ينفع تدخل في الانر ميتوكوندريال ميمبرين وشايله ده، ونفس التفاعل اللي بيحصل بره يحصل جوه. هنشوف الكلام ده في الجليسرول فوسفيت شاتل والماليت اسبارتيت شاتل. هتلاقي السيتوبلازميك او السيتوزوليك ناد اتش بلس بروتون دي بتيجي فين؟ في بعض الرياكشن، منها مين؟ الجلايكوليسيس. الجلايكوليسيس بتحصل في السيتوزول، فالناد اتش بلس بروتين مش هتقدر تخترق الميتوكوندريال ميمبرين الا عن طريق هذا المكوك او هذا الايه الشاتل او هذا الانستموزيس او هذه التوصيله. فبنلجأ لكارير. الكارير هو الايه؟ الداي هيدروكس اسيتون فوسفيت الجلوسروفوسيت شاتل، والاوكسالو اسيتيت اللي هو الاسبارتيت والماليت شاتل. ابقى عايزين شيال علشان ايه يشيل لنا القصه دي. نيجي بقى للجليسرول فوسفيت شاتل. الجليسرول فوسفيت شاتل مهمة جدا في بعض الايه الاورجنز عندنا زي الماسلز والنيرف ايه نيرف سيلز. بالرغم ان احنا بنستفيد بس باتنين، ما احنا عارفين بقى في الجلايكوليسيس الجلوكوز بيتقلب لاتنين تلاتة كربون، ومن ساعة ما بيتحول لدي هيدروكسيل فوسفيت وجليسرول فوسفيت جليسرول تلاتة فوسفيت خلاص بنضرب في اتنين. فالجليسرول فوسفيت شاتل بتدينا في الاخر واحد ونص، عشان هتشوفوها ان هي فات في اتنين بتدينا تلاتة اي تي بي. ازاي بيحصل بقى الكلام ده؟ الكو انزيم بتاع السيتوزول جليسرول تلاتة فوسفيت دي هيدروجينيز نات، ولكن الكو انزيم بتاع الميتوكوندريا اللي جوه بقى الميتوكوندريا جليسرول تلاتة فوسفيت فات. لو يا ريت لو كان جوه الناد ديت زي الناد ديت، وكان الانزيم ده الكو انزيم بتاعه ناد زي الناد، ابقى جميل جدا كنا هنضرب في اتنين ونص في اتنين ابقى خمسه. لا، هنا لان الكو انزيم فات هنضرب في واحد ونص، فيحصل اوكسيديشن للفات اتش بلس بروتون فوسفاتشين يدينا واحد ونص اي تي بي، وجلايكوليسيس بتمشي على هذا الاساس نضرب اتنين في واحد ونص تدينا تلاته اي تي بي. ادي الجليسرول فوسفيت شاتل. هذا الرياكشن بيتم جوه الايه جوه السيتوبلازم السيتوزول. الجليسرول 3 فوسفيت بتتحول ريفرسبل برضو لذهب داي هيدروكسيستون فوسفيت عن طريق السيتوزوليك الجليسرول فوسفيت دي هيدروجينيز ناد اتش بلس بروتون، ناد تحول ناد اتش بلس بروتون. طيب يجي يدخل الذهب؟ ما ينفعش يدخل الذهب، لازم الذهب يتحول لايه؟ لجليسرول 3 فوسفيت. الذهب لما يتحول لجليسرول 3 فوسفيت هنحط على الذهب ناد اتش بلس بروتون يتحول لجليسرول 3 فوسفيت. هل بقى جليسرول 3 فوسفيت ينفع تدخل الانر ميتوكوندريال ميمبرين؟ ينفع تدخل الانر ميتوكوندريال ميمبرين.
ابقى لنا الجلوكوز فوسفيت تدخل لنا الميتوكوندريا الممبرين على حساب مين؟ على حساب الذهب، وده المكوك. جلوكوز فوسفيت تدخل ذهب يخرج، جلوكوز فوسفيت تدخل ذهب يخرج، ده مكوك شاطر شاطر. بس خلي بالك بقى، لما جلوكوز فوسفيت بتيجي هنا تدخل بتتحول لذهب. عايزه هي ايه ديت بقى؟ عايز يتاخد منها اتنين هيدروجين. يتحطوا عليه بقى، ما يتحطوش بقى على ناد، لا الناد ده في السيتوزوليك، الكو انزيم بتاع الايه، بتاع الكو انزيم بتاع الجليسروفوسفيت ديهيدروجينز في السيتوزول ناد، انما الميتوكوندريا الجليسروفوسفيت ديهيدروجينز الكو انزيم بتاعه فات، فندي الفاد وناخد فاد اتش بلس بروتون، فاد اتش 2، ويتحول لذهب. الذهب بقى يخرج من الميتوكوندريا ميمبرين، يتحول لجليسروفوسفيت يدخل، وهكذا. ده مكوك. شاتل مكوك. لما جينا هنا بقى حطينا الاتنين اتش على الفاد، بقت فاد اتش 2. يا ترى الفاد اتش 2 لما تدخل سبارة تشين وتدي الاتش 2 بتاعها على الكوانزيم كيو وتدخل سبارة تشين، هتدينا قد ايه في الاخر؟ واحد ونص اي تي بي في اتنين او تلاتة اي تي بي. ابقى ديت الميكانيزم ازاي تغلبت على قصة ان انا مش عارف ادخل الريديوز دينات بتاعي عشان تحصل على الايه، على الاي تي بي جوه الميتوكوندريا. ده ما بعرفش ادخله، فلازم ادخله عن طريق الشاتل دي. ودي الطريقة، رسمة تانية بتوريك برضو ازاي بنعمل جليسرول ايه شاتل. انما المليت اسبرتيت شاتل دي بتحصل بقى في الليفر والهارت، بنحصل في الاخر على 2 في 2 ونص 5 اي تي بي. ليه؟ عشان الكو انزيم بتاع السيتوزوليك والميتوكوندريا المليت دي هيدروجينيز ناد، غير هناك غير الجليسروفوسفيت شاتل. الجليسروفوسفيت شاتل اللي بره كان ناد، اللي جوه فاد، هنا بقى اللي بره واللي جوه ناد. فالاكسديشن بتاع الناد اتش بلس بروتون في الرسبرات التشين دي 2.5 في 2 ابقى 5 اي تي بي. الترانس امينيشن بيعمل باي باس للاوكسالو اسيتيت من الماتريكس تو سيتوزول. ليه بقى؟ الاوكسالو اسيتيت مش هنعرف ندخله، فلازم نعمل له ترانس امينيشن علشان نضحك عليه وندخل الايه الاثنين ناد. ادي الماليت اسبرتيت شاتل. ايه القصه بتاعت الماليت اسبرتيت شاتل؟ الماليت اسبرتيت شاتل ان هو هنا الاوكسالو اسيتيت بيتحول لماليت عن طريق ماليت ديهيدروجينيز. بس انه نوع من الماليت ديهيدروجينيز؟ سيتوزوليك ماليت ديهيدروجينيز. طب احنا ليه حولنا الاوكسالو اسيتيت لماليت؟ عشان الاوكسالو اسيتيت مش هينفع يدخل، فلازم نحمله على الماليت علشان الماليت ينفع يدخل. بس الماليت شايل ايه؟ شايل اتنين هيدروجين. ابقى الاوكسالو اسيتيت يتحول لماليت عن طريق الماليت دي هيدروجين يدخل الماليت. طب الماليت يدخل لهنا بقى جوه الميتوكوندريا، ممكن يتحول تاني للاوكسالو اسيتيت. للاوكسالو اسيتيت، بس عن طريق برضو ايه؟ ميتوكوندريا ماليت دي هيدروجين، زي السيتوزوليك ماليت دي هيدروجين. بس هنا من كرم ربنا انه في الليفر والهارت الكوانزيم بتاعنا ناد اتش بلس بروتون، يعني ينفع يدخل الايه الميتوكوندريا الريسبيرتوري تشين، وينفع يدينا 2.5 اي تي بي. ابقى 2.5 في 2 ابقى 5 اي تي بي. تمام. يجي عمك الاوكسالو اسيتيت ده عايز يطلع، ما يعرفش يطلع. الاوكسالو اسيتيت عايز يطلع ما يعرفش يطلع، لازم يحصل له ترانس امينيشن مع مين؟ مع الجلوتاميت. تتحول لايه؟ للالفا كيتو جلوتاريت والاسبرتيت. ينفع الاسبرتيت يطلع والجلوتاميت يطلع؟ ينفعوا يطلعوا. طب لما يطلعوا هناك كده في السيتوزول يحصل بالامينو ترانسفريز، يتحول الجلوتاميت الالفا كيتو جلوتاريت بالامينو جروب يتحول لجلوتاميت، والاسبرتيت يتحول للاوكسالو اسيتيت. هل الجلوتاميت ينفع يدخل هنا؟ يدخل الجلوتاميت. يبقى الجلوتاميت يدخل والجلوتاميت يتعامل مع الاوكسالو اسيتيت يدينا حتتين الفا كيتو جلوتاريت والاسبرتيت، والالفا كيتو جلوتاريت والاسبرتيت يعملوا ترانس امينيشن تاني وكده. ابقى كاين الفكره ديت ايه؟ الفكره ديت اللي عامله لي المشكله الكبيره في الماليت اسبرتيت شاتل الاوكسالو اسيتيت، ولا عارفين ندخله ولا عارفين نخرجه. عشان ندخله لازم نحوله لماليت، وعشان نخرجه لازم نعمل ترانس امينيشن مع الجلوتاميت للالفا كيتو جلوتاريت والاسبرتيت. الاسبرتيت يخرج والالفا كيتو جلوتاريت يخرج. ابقى المشكله هنا عندي في مين؟ في الاوكسالو اسيتيت، ان احنا بنحوله لماليت. عشان كده بقى يدخل الماليت هنا ويطلع هنا على هيئه الفا كيتو جلوتاريت واسبرتيت بعد قصه الترانس امينيشن. ابقى في ده تحايلت انا على الايه؟
على القصه بتاع الاوكسجين بس مش عارف ادخله، حولته لمليت وحطيت الناد اتش بلس بروتون وعملت نفس التفاعل، بس الميتوكوندريا اللي طلع الناد اتش بلس بروتون واعطانا 5 اي تي بي. ده نفس الكلام بتاع الايه المليت اسبرتيت شطر. تيجي بقى للميتوكوندريال ستراكشر. الميتوكوندريال ستراكشر فيها اوتر ميتوكوندريال ميمبرين وده بيرميبل للسمول اينز، سهل جدا داخل خارج زي الفل. الانر ميتوكوندريال الانتر ميمبرين سبيس برضه سهل جدا، مفيش بارير فيه، كل السبستانس التشارجبل سبستانس تدخل فيه، بتدخل جوه الايه الاوتر للانتر ميمبرين سبيس، مفيش مشاكل. طب هتيجي المشكله فين؟ المشكله هتيجي في الانر ميتوكوندريال ميمبرين، ده امبيرمبل، ده غلس لكل الحاجات التشارجبل زي الصوديوم والبوتاسيوم والهيدروجين، الاي تي بي، الاي دي بي، البايروفيت مولكيول، كل ديت الميتابولايت ما بيعرفش تدخل في الميتوكوندريال، ليها فانكشن كبيره جدا وما بتعرفش تدخل، لازم تدخل عن طريق ايه؟ كارير. ابقى لازم عايزين احنا سبيشاليزد كارير علشان تحرك الاينز ديت من ايه؟ من الانتر ميمبرين سبيس ومن السيتوبلازم جوه الايه؟ جوه الماتريكس. انما الماتريكس بقى بتاع الميتوكوندريا دي جيل محوطه بالانتر بالانر ميتوكوندريال ميمبرين، في الماتريكس فيها كريبس سايكل، تراي كربوكسيليك اسيد سايكل، ما عدا الساكسينيد دي هيدروجينيز طبعا، بيحصل في الانر ميتوكوندريال ميمبرين، وكل الانزيم بتاع البيتا اوكسيديشن برضو بتحصل في الماتريكس، مهمه جدا، كل الحاجات اللي بتطلع طاقه وبتعمل اوكسيديشن تلاقيها في الماتريكس عشان ابقى قريبه من مين؟ من الانر ميتوكوندريال ميمبرين، اماكن الانتاج جنب اماكن التصنيع. طيب الفانكشن بقى بتاع الميتوكوندريا لما يجي لك سؤال مثلا ليها في الكربوهيدرات فانكشن؟ ليها في الكربوهيدرات، بيحصل فيها اوكسيديشن ديكربوكسيليشن بتاع البيروفيت اللي بتحول لاستايل كو اي والالفا كيتوجلوتارين، ممكن يحصل كل الانزيمز بتاع الكريبس سايكل ما عدا حاجه واحده بتاع الساكسينيت، في جزء من الجلوكونيوجينيسيس بيتم في الايه في الميتوكوندريا، في ريسبيراتوري تشين في الاوكسيديشن فوسفوريليشن والاي تي بي فورميشن بيتم في الايه الميتوكوندريال ميمبرين، الليبيد ميتابوليزم البيتا اوكسيديشن عشان الطاقه بتتم برضه في الميتوكوندريا، الميتوكوندريال سينسز في جزء من الفاتي اسيد بايوسينس بيتم في الميتوكوندريا، الكيتوجينيسيس وتكوين الكيتون بادز كلها بتتم في الميتوكوندريا، بالنسبه للبروتين ميتابوليزم ترانس امينيشن وجزء من الهيم بايوسينس وجزء من اليوريا كلهم بيتموا في الايه في الميتوكوندريا. ابقى الميتوكوندريا في منتهى الاهميه، وديت الاسئله اللي حلناها مع بعض في المحاضره، ان انتوا تكونوا ان شاء الله ونلتقي ان شاء الله في جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.